جمعة عائلية طال انتظارها على وشك الانتهاء. طقوس القهوة الصباحية المعتادة ليست مبهجة اليوم. خططت عائلة زياد خياط لأنشطة في جميع أنحاء لبنان بعدما أتوا من دبي لقضاء الإجازة مع أقاربهم في بيروت. لكن التصعيد العسكري المتزايد في لبنان دفع العائلة لقطع الإجازة وحجز أول رحلة لمغادرة البلاد. صراحة هي أول إجازة باخدها من سنتين، حبيت أجي أقضيها بلبنان أنا والعائلة والأصحاب، بس يوم بعد يوم صراحة الوضع عم يتوتر وخفت أعلق هون أنا والعائلة، لأنه عشنا التجربة ب 2006 وما حابب ترجع تنعاد الكرة هالمرة. فصراحة حجزت اليوم وطشت إجازتي لحتى أرجع على دبي. يتذكر الجميع هنا حرب العام 2006 بين إسرائيل ولبنان، حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مطار بيروت في اليوم الأول للحرب وعلق عشرات الآلاف في لبنان. لا يريد زياد أن يخاطر بخسارة وظيفته. صراحة حجزنا آخر لحظة التيكتس وما لقينا طيران دغري على دبي، اضطريت أحجز على 3 ستوبس قبل ما نوصل على دبي، ودفعت حق التيكتات 3 مرات أغلى من اللي بدفعه عادة. صورة سيلفي أخيرة، عناق شديد ووداع على مضض. الحرب المستمرة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران دفعت بالمزيد من البعثات الدبلوماسية إلى حث مواطنيها على الخروج من لبنان، فيما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها من وإلى بيروت، مما تسبب بفوضى وهلع للحصول على تذاكر السفر. مضطر اليوم في البكير عشان الوضع الأمني بالبلد، خاصة بعد تعميم السفر الإيطالي اللي طلبت من الرعاية يفلوا من لبنان. كنا حابين نقضي صيفية أكثر بس الوضع الأمني واضح أنه ما بيسمح، متوتر شوي. إن شاء الله اليوم تمشي الطيارة، لأنه هاي ثالث طيارة بحجزها، تنتين قبل التغو، فاليوم إن شاء الله نطير ويمشي الحال. نحن عايشين بلبنان والوضع كتير مأزم وكلنا عايشين بسترس ما طبيعي، سو يعني مش عارفين شو ناطرنا، وجربنا بدنا نهرب ومش عارفين لوين، وعم نفتش على تيكتس و everything was fully booked، وهلأ تقدرنا يعني نلاقي تيكت بار شانس يعني، وهربنين عبال ما الله يفرج على هالبلد يعني ويتحسن الوضع تنقدر نرجع نكمل حياتنا. آل الخياط يريدون العودة أيضاً، لكن وإلى حين أن تهدأ الأمور ستؤجل آمالهم بصيف هنيء إلى العام المقبل.